في وقت يشهد فيه الصراع في ليبيا تصعيدا جديدا، حذر وزير الخارجية الليبي محمد الديري من محاولة تحالف من الجماعات الإسلامية السيطرة على الثروة النفطية. جاء تحذير المسؤول الليبي خلال زيارته القاهرة يوم الأحد، والتي عقد خلالها اجتماعات مع نظيره المصري. هناك تخوف لنا كليبيين أولا وقبل كل شيء، ولكن للمجتمع العربي المحيط بنا والمجتمع الدولي من رغبة الجماعات الإرهابية المتطرفة للوصول إلى منابع وعوائد النفط. من ناحيته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن القاهرة تجري اتصالات لمحاولة بدء حوار وطني في ليبيا برعاية أممية. تناولنا أيضا الجهود الأممية التي يخوضها مبعوث الأمم المتحدة برنارديو ليون لخلق إطار من الحوار الوطني بهدف التوصل إلى حل سياسي للوضع في ليبيا يؤدي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي ويؤكد شرعية القائمة والعمل على إطار سياسي جامع وفقا لتخلي عن الخيار العسكري من قبل العناصر المتطرفة. ومع تصاعد الاشتباكات بين فصائل تقاتل للسيطرة على الدولة العضو في أوبك، تسبب حريق اندلع أثناء القتال في واحد من موانئ التصدير الرئيسية في ليبيا في تدمير كمية من النفط تساوي إنتاج البلاد لأكثر من يومين. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن صاروخا أصاب صهريجا لتخزين النفط الأسبوع الماضي في ميناء السدرة أثناء قتال بين قوات كل منها متحالف مع إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا، وإن الحريق الناتج دمر 800,000 برميل من الخام. وردا على الهجوم على ميناء السدرة فيما يبدو، نفذت قوات مؤيدة للحكومة المعترف بها دوليا ضربات جوية في مدينة مصرات الغربية يوم الأحد، ونقلت الحكومة المعترف بها مقرها إلى الشرق بعدما أرغمت على مغادرة طرابلس في الصيف. وتشهد ليبيا قتالا بين الجانبين اللذين شكل كل منهما حكومة ونصب برلمانا خاصا، ويطمحان لتأمين الحصول على حصة من الثروة النفطية الكبيرة في البلاد. واضطرت الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله الثاني إلى اللجوء لشرق البلاد منذ سيطرة جماعة فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس الماضي، ونصبت حكومة منافسة وبرلمانا منافسا. وأغلق ميناء السدرة وميناء راسنانوف المجاور منذ تحركت قوة متحالفة مع فجر ليبيا شرقا من العاصمة قبل أسبوعين في محاولة للسيطرة على المنشآت هناك. رحاب علاء، رويترز.